Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по Корану. И сегодня я бы хотел прочитать суру Аль-Мульк с 13 по 19 аят, каждый аят по 3 раза, инша Аллах. Напоминаю, что суру Аль-Мульк полный детальный разбор я уже сделал. Кто хочет ознакомиться со всеми правилами суры Аль-Мульк, можете зайти на моем YouTube-канале в плейлист, раздел «Коран», и там найдете детальный разбор полностью суры Аль-Мульк. Сейчас еще раз хочу сказать, что сегодня, инша Аллах, с 13 по 19 аят, каждый аят по 3 раза прочитаю, потом в конце еще раз эти же аяты прочитаю, инша Аллах. И прежде чем начать урок, я бы хотел попросить вас поставить лайк к этому видео. Заранее всем спасибо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Теперь эти же аяты один раз прочитаю, инша Аллах. بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ставьте лайки, расскажите, пожалуйста, про мой YouTube-канал всем своим друзьям, близким, родным, знакомым. Всем спасибо за внимание, доброго всем здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.